انا هتجنن يا اخي من ساعه ما شفت الواد اللي اسمه خالد ده وانا مش عارفه اخرجه من دماغي. ليه عجبك ولا ايه؟ انت بتهرج يا صلاح. بقول لك انا شفته مع ساره طالعه شقتها قبل الحادثه باسبوع. ايوه شفتيه ولا شك انك شفتيه عشان تفرق. مش فارقه. المهم انت تكون دعبست وراه في حاجه تفهمنا هو مين. ولا اي حد. عيل سيس دمه تقيل. مش معقوله. ازاي يا صلاح؟ طب كان خريج ايه؟ كان بيشتغل ايه؟ مش عارفه اي حاجه. هو مش قال مره انه كان في ايطاليا او حاجه زي كده؟ اه ماشي. كان بيعمل ايه في ايطاليا؟ ولا حاجه. راح خد كورس جرافيكس بس. بص انا بصراحه انا لازم اقول لشادي. اه طبعا روحي انت قولي لشادي عشان يبقى انت اللي بوظتي لها خطوبتها او هي تروح تدب معاه خناقه فالخطوبه تبوظ كده كده. الله، هو انت يعني مش عايز الخطوبه دي تبوظ؟ بص يا دينا، أصعب حاجة في الدنيا إنك تكوني بتحبي حد وعارفة ومتأكدة إن عمره ما هيبقى سعيد وأنا مبسوط معاكي. فالواحد بيضطر يحط قلبه في الزبالة ويدوس عليه في مقابل إن البني آدم ده هيبقى سعيد ومبسوط مع حد تاني. وجع. ربنا ما يحكم على حد. سوري دينا، أنا آسف. أنت تقريبا عندك نفس الوجع بتاعي. أنا ما بحبش نبيل، كرهني فيه بأعماله ومصايبه اللي ما بتخلصش. كرهك فيه ولا كرهتيه لما عرفتي موضوع التسجيلات؟ بقولك يا دينا، أنت عارفة أحمد لو عرف موضوع التسجيلات اللي مع نبيل دي ممكن يعمل فيكي إيه؟ أنا أصلا شاكة إنهم مع بعض. مع بعض فين؟ مش عارفة، بس انا لقيت موبايل نبيل عندنا في البيت مع احمد. قلتي لاحمد؟ لا طبعا، بس انا عيني على البيت ليل ونهار بالكاميرا. هو اول ما يجي بيعمل كام مكالمه كده في الدرة بس مع حد مش سامعه هو مين. طبعا مفيش حل لموضوع الصوت ده يا صلاح. لا ملوش حل، بس احمد لو مخبي نبيل عنده فعلا يبقى اكيد ليه مصلحه ورا ده. نبيل؟ وايه المصلحه اللي ورا نبيل دي؟ معرفش، شوفي انت بقى. ولا يكون عارف اللي بيني وبينه؟ لا، أحمد لو عارف اللي بينك وبينه هيروح بالتسجيلات دي لباباك يرميها في وشه ويعملك فضيحة بجلاجل. مش هيقدر. ليه؟ عشان مشروع البحر الأحمر ما يطيرش من إيده. آه، هو أنت ما تعرفيش إزاي أحمد عارف يخش في مشروع البحر الأحمر ده مع إنه داخل مع حيتان؟ أنا مش قصدي حاجة على باباكي، بس يعني باباكي حد كبير كده. مش عارفة، بس اللي أنا فهمته إنه جاب الفلوس من بيع نصيبه من المطعم بس. يا بنتي نصيبه ايه؟ هيلم كام يعني؟ ده لو لم 10 مليون جنيه يا دوبك يخش مع الحيتان دي يقول لهم صباح الخير. فكري فيها انت بس وعقليها. شوفي جاب الفلوس من ايه؟ نبيل؟